السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ بشرى أم هداية في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتي اليوم هي بوب كورن ثلاثة الأنواع، واحد بالكراميل وواحد بالشوكولا وواحد عادي. نتمنى تجربوه ويعجبكم، تيجي رائع ولذيذ بزاف لوليداتنا ويصلح في هذه الأوقات الراهنة بلا ما نخرجوا نقلبوا عليه أو نشريه، نوجدوه في دارنا بطرق ومقادير بسيطة جدا جدا. وإليكم المقادير وطريقة التحضير. بسم الله وعلى بركة الله. دابا من البنات بالنسبة لهاد الفوشار ولهاد البوب كورن اللي غادي ندير معكم هاد اليوم، عندي ثلاثة ديال الأنواع. غنعطى العادي اللي سنأخذه بالملح، واحد بالشوكولا واحد بالكراميل. اول خطوه البنات تنقوم بوضع الفوشار هنا. عندي تقريبا واحد 250 غرام ديال الذره، عندي زيت المائده والملح. غادي ناخذ هاد الطنجره هادي، غادي نوضع فيها الزيت بهذه الطريقه. غادي نوضعو يسخن فوق النار، بلا ما سخن البنات هاد الزيت اللي وضعت، غادي نوضع عليه هاد الفوشار هادي بهذه الطريقه. غادي نوضع عليه قليل من الملح، هكا، وغادي نخليه. شفتوا دابا بدا يطرطق، ها نتوما غادي نغطي عليه الطنجرة ونخليه حتى يضاعف الحجم ديالو. لا على نار مهيلة البنات. هانتوما البنات شو دابا راها طالعة هاد الفوشار ديالنا. هو تيطيب وحنا تنحركو باش ما يلصقناش نهائيا في الجوانب وباش ما يتحرقناش من التحت. دابا البنات هذا غادي نقسمو على ثلاثة، من بعد ما طلع هاد الفوشار غادي نقسمو على ثلاثة في هاد الليبور، لأن واحد غنخليه هكا طبيعي وجوج البنات الآخرين غادي نسمهم. واحد غادي يجيني بالشوكولا واحد بالكراميل. غادي ينفعنا بزاف البنات في هذا الوقت هذا مع وليداتنا، راكم عارفين دابا هاد الاجواء والظروف اللي تتمر بها بلادنا. نديروها لوليداتنا منين يكونوا جالسين تيديروا المراجعه ديالهم ولا تيستمتعوا بالاوقات ديالهم في الليل مع التلفزيون. دابا غادي نوجد الطريقة الأولى ديال الفوشار ديال لي بالكراميل. تنوضع تقريبا نصف كأس من السكر حبيبات، تنوضعو تنوضع عليه ربع كأس من الماء،
من الفاني. وواحد ربع ملعقة من الزبدة. واحد ملعقة عفوا ملعقة صغيرة من الزبدة. الزبدة البنات تكون نوعية جيدة. غادي نوضعهم فوق النار حتى اللون ديالو يتبدلوا على نار مهيلة حتى يرجع اللون ديالو ذهبي. البنات في الوقت اللي تيطيب لي الكراميل وضعه غادي ناخذ واحد البلاطو عندي في الدار غادي ندهنو بالزيت بهذه الطريقه لانني عليه غادي نفرش داك الكراميل داك الفوشار اللي فيه الكراميل. نوريكم الطريقه. وعندها كذلك هاد المغرفه ديال الخشب اللي غادي نخدم بها بهذه الطريقه هادي. البنات هانتوما شفتوا اللون ديال الكراميل كيرجع لون ذهبي. شفتوا البنات باقي نزيدوا واحد شويه ما نقصوا حتى شي حاجه البنات خليو غير هكا فوق النار نقصوا لا بمرعقه لا حتى شي حاجه ان شاء الله الرحمن الرحيم بغيو نحيدوه من فوق النار باقي واحد شويه نزيدوه. البنات وهاد لاسيوس انا عندي تنزيد معاه تقريبا واحد ملعقه ربع ملعقه البنات ربع ملعقه من بيكربونات دو صود تيعطي واحد القرمشه رائعه لهاد الفوشار تيجي غزال وتيجي حتى في المذاق ديالو تيجي رائع. دابا البنات صافي دابا غادي نوضع هاد ربع ملعقه من الفوشار من البيكربونات دو صود شتو كيرجع القوام لان تيتفاعل مع داك الكراميل اللي عندي شتو كيرجع. دابا صافي غادي نحيدو من فوق النار هذا هو اللون اللي بغيت. غادي نوضعو البنات داك الفوشار غنوضعو في واحد طنجره عندي غادي نوضع عليه داك الكراميل بهذه الطريقه تنظر العمليه واضحه البنات هانتوما شفتوا وندخل داك الكراميل مزيان في هاد الذره عندكم البنات يديكم تكون سخونه بزاف هادي الوليدات تجي في حقيقه في الدار تجي احسن. وهذه على فكره البنات تتباع بثمن ملي تمشيو للمحلات التجاريه تيكون الثمن ديالها غالي ومرتفع. هانتوما شفتوا غادي ناخذ داك البلاطو اللي وضعت فيه هانتوما بالزيت غادي نطلقها بحال هكا بهذه الطريقه لان محدها خاصها تكون سخونه غير نطلقها هكا باش تبرد هكا ونخليوها تبرد. دابا ان شاء الله غندوزو للنوع الثاني اللي بالشوكولا. هذا بالنسبه للكراميل ديال الشوكولا عاوتاني ان شاء الله غادي نوجد فيه كذلك نصف كاس من السكر ربع كأس من الماء كذلك ملعقة من الزبدة ملعقة صغيرة من الزبدة كذلك نوعية جيدة. وغادي نضيف كذلك البنات ملعقة كبيرة ديال البودرة ديال الشوكولا هذه المرة ما فيهاش السكر واحد قليل كذلك من الفاني.
البنات انا ما عنديش قهوه سريعه الذوبان، واحد ربع ملعقه اللي بغى يضيفها يضيفها كذلك، وغادي نوضعها فوق النار طيب بنفس الطريقه ديال الكراميل الاول اللي استعملنا. غادي نخليوه حتى هو كذلك رجع بحال الكراميل. البنات هانتوما شفتوا هذا القوام ديال الكراميل ديال الشوكولا كيرجع. دابا غادي نضيف البنات كذلك عليه واحد ربع ملعقه ديال البيكربونات ديال الصود، وغادي نحركو مزيان. هانتوما شفتوا كي تيرجع تيتفاعل منين تنضيفوا لهاد الكراميل، شفتوا كيرجع. هانتوما القوام ديال الكراميل شتي البنات كي داير. دابا غادي بنفس الطريقة غادي نخوي هاد الفوشار هذا، وغادي نضيف عليه هاد الكراميل ونخلطو مزيان. ندخل داك الكريمه ديال عفوا داك الكراميل ديال الشوكولا ندخلو مزيان في هاد الفوشار بهاد الطريقه هادي. وغادي نديرو حتى هو في داك البلاطو اللي وضعت فيه اللي كنت دهنه ديجا بالزيت. هانتوما شفتوا الاخر هو قرب يبرد، غنوضعو كذلك حتى هو بنفس الطريقه. هانتوما شفتو دابا من بعد ما بردو شتي البنات كيجا تيجي غزال هاد اللي بالكراميل تيعجبني بزاف. غادي نفتحو بهاد الطريقه هادي هكا، غادي نفتحو ديك الساعه نقدمو في الكؤوس اللي غادي نعطيهم لوليداتنا ولا للزليفات. شتي البنات كي داير هذا الصوت ديال القرماشه، غادي نفتحهم كلهم بحال هكايا. غادي نفتح كذلك حتى هذا، ديك الساعه ان شاء الله نقدموه. البنات هذا هو التقديم النهائي ديال لي بوبكور، شتو كيجاو ثلاثه ديال انواع مختلفين، وان شاء الله الرحمن الرحيم الا بغيتوا ندير معكم واحد الانواع اخرى مالحه ديال لي بوبكورن كتبوها لي في كومونتير وشجعوني البنات باش ان شاء الله الرحمن الرحيم نزيد القدام. تيجيو هاد الثلاثه الانواع، هذا تيبقى هكا كنت نقدموا لوليداتنا، هذا هو الاصلي، وهذا اللي بالشوكولا اللي درتو معكم الشوكيجه، وهذا اللي بالكراميل. تجي في واحد القرمشه فظيعه البنات، هانتوما سمعوا تيجي رائع بزاف. نتمنى تجربوهم يعجبوكم ويعجبو وليداتكم، ولا عجبتكم الوصفه شاركوها مع العائله والاصدقاء وشجعوني بالتعليقات واللايكات. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.